السلام عليكم حبيباتي الغاليات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو تكونوا في أحسن حال، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم حيل وأفكار منزلية كيفاش ننظموا بأقل التكاليف وبشي حوايج اللي يكونوا بساط والنتيجة تكون رائعة. ولا كنتوا لأول مرة كتزوروا القناة، ما تنسوش تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وقناتي وقناتكم هي قناة متنوعة، كل ما يخص المرأة، كل ما هو مفيد غادي تلقاوها ان شاء الله في هذه القناة هذه. كنتمنى تشتركوا وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم وعائلاتكم، وما تنسوش لايك وتعليق ديالكم اللي كحفزني وكيزيد يعطيني طاقة ايجابية نزيد نشارك معكم شحال من حاجة هي الحاجة اللي كنشوفها او اللي كنديرها. فكنت نتمنى الدعم ديالكم. واول حاجه غادي نشارك معكم هو هذا الحمام هذا، كيف كتلاحظوا يعني مصوب بطريقه اللي زوينه والزلج ديالو زوين وكيبان دير خام، وفي هاد المجوره هادو اللي مستغلينهم، وكيف كتلاحظوا حتى لافابو ديالو الشكل ديالو جميل الصراحه، كله كيبان راقي وزوين. ولكن الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيه هي التريه، يعني جاتني تريه في الحمام هي اللي ما جاتنيش زوينه. وكنتمنى حتى نتوما تشاركوني الفكره ديالكم، يعني الاراء ديالكم سواء سلبيه او ايجابيه، شنو هي الحاجه اللي عجبتكم والحاجه اللي ما عجبتكمش. يلاه البنات هبطوا لي كومونتير وكتبوها. كيف قلت لكم انا يعني بالنسبه للطريه في الحمام ما جاتنيش زوينه، وكيبقى على حسب كل واحد والافكار ديالو. المهم تشاركوا افكار يعني افكاري وافكاركم، فزوين الانسان يفيد ويستفد في نفس الوقت. وهاد البلاكار اللي كاين في المطبخ اللي الشكل ديالو جميل صراحه، عجبتني هاد الفكره اننا ملي نحلو بحال هكا الباب ديال البلاكار يخرجوا حتى هادو اللي عباره على شكل طبقات او رفوف اللي مصوبين بالالومنيوم اللي الشكل ديالهم جميل وننظموا فيهم شحال من حاجه. وهاد الفكره هذه البنات صراحه عجبتني بزاف، ديال الشارجور بحال هكا التليفون ملي كيكون كيتشارجا، يعني بهاد الفكره اللي زوينه ورخيصه كيف كتلاحظوا. فاول حاجه كناخذوا قرعه هي تكون ديال الشامبوان ديال اي حاجه بحال هكا، راه غادي يكونوا متوفرين عندنا بزاف، وكنظن اي منزل واي بيت غادي يكونوا فيه بحال هاد الشكل. فكناخذوا بحال هاد القرعه وكنحاولوا نقطعوها من الوسط نعبروها على قد التليفون صافي، وكنقطعوا بهاد الشكل هذا، راه الفيديو موضح كل شيء. وكنديروا واحد الثقب الوسط على قد الشارجور صافي، من بعد كنصبغوها باي لون كتفضلوا، يا ذهبيه يا ارجنتيه نحاسيه اي لون نتوما كتفضلوا صافي. من بعد داروا فيه بحال هذا الشكل هذه الشجيرات وزينوه بهذا الشكل هذا باش يبدلوا المنظر ديالو. الصراحه راه اللي شافوه ما غاديش يقول يعني علبه ديال الشامبوان صافي، وكيخشفوها بحال هكا يا التليفون وكيديروا هي تشارجا بهذه الطريقه هذه، الشكل ديالها جميل وفي نفس الوقت غادي تبقى بعيد على الارض. وغنشارك معكم هذا المنزل هذا اللي كيبان الحجم ديالو صغير وكيفاش مستغلين المساحات ومنظمين المنزل. فاول حاجه يعني في الدخله ديال هذا المنزل كاين هذا السيجور هذا اللي كنلقاو في الاول بلاكار، ومن بعد هذا السيجور اللي الحجم ديالو كيف كيبان لكم راه صغير، ولكن بالنسبه للصباغه صابغين يعني باللون الكري بارد او بحال هكا الابيض، يعني هاد الالوان هادو راح كيكبروا المساحه. ننصحكم البنات دائما صبغوا بالالوان اللي كتكون مفتوحه، راه كتعطي واحد البهجه كبيره للمنزل، يعني كتعطيه واحد نضاره اكثر وكتزيد في الجماليه ديال المنزل. وكاينه ثاني هاد الغرفه هذه اللي ملاصقه مع السيجور كيف كتلاحظوا، اللي حتى هي الحجم ديالها صغير، يعني يلا جات بحال هكا ناموسيه ماريو، جات مجموعه وفي نفس الوقت منظمه وزوينه. وكاين هنايا الحمام اللي كيجي على هذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا، حتى هو الحجم ديالو صغير، ولكن كيفاش مستغلين كل بلاصه فيه. راه بعض المرات كنلقاو حمامات كبار وما مستغلينهمش، يعني بقات غير في الافكار في طريقه التنظيم. كاينه هذه الغرفه هذه حتى هي اللي الحجم ديالها صغير، تبارك الله هذا المنزل كله الحجم ديالو صغير ولكن منظمين فيه كل حاجه، وكل حاجه يعني في البلاصه ديالها ومستغلين فيه كل مكان. واخر شيء هو هذا المطبخ هذا اللي كيجي على هذا الشكل هذا اللي كيجي راقي وزوين، فيه بحال هكا صالة مونجي وفيه بلاكار وهاد المجوره هادو، وفيه حتى هاد المنظمات اللي كينظمو لينا شحال من حاجه وشاركتهم معاكم. وكنتمنى يعجبكم هاد المنزل وتستافدوا منه. وفكره اخرى بحال هكا بغينا نشارجو يعني التليفون، كيف كتلاحظوا هنايا هاد الناموسيه يعني مصوبه من الخشب، فدايرين في الجنب واحد البلاصه بحال هكا يعني ديال الشارجور اللي غادي يبقى حتى التليفون بحال هكا محطوط وباين
فهذه فكره ثانيه بحال هكا بالنسبه للشارجور ديال التليفون، وفي نفس الوقت كيبقى مضرك حتى على الوليدات الصغار. وبالنسبه للناس اللي كيكون عندهم ضيق وفحال هكا بغاو صالونجي ولكن كيلقاو اشكال كبير، يعني ما عندهمش واحد المساحه اللي كبيره فين انهم يديروها، وكاين بعض الناس اللي كيضطروا انهم يديروا صالونجي صغيره باش بحال هكا على قد هذيك المساحه. كيف كتلاحظوا معايا البنات بهذه الفكره هذه وبهذا المنظم هذا اللي الحجم ديالو كبير، غادي ينظم لنا بزاف ديال الحوايج، يعني الشكل ديالو زوين وراقي، وفي نفس الوقت نستغلوه ونديروا فيه بحال هكا يعني صالونجي بهذا الشكل هذا اللي تعطات واحد الجماليه. لي شافوا راه ما يقولش انه فيه سالامونجي والشكل ديالو زوين. وهاد الفكره هذه ديال الديكور اللي عجبتني وبغيت نشاركها معكم، فهاد المنظم هذا او هاد الشكل هذا راه كيكون فيه بحال هكا الغرس، راه كيكون متواجد بكثره، كيكون وسط منه الغرس ممكن ناخذوه ونخلوه او ناخذوه بحال هكا فارغ. فكناخذوا هاد الكوله هذه اللي كيف كتلاحظوا الشكل ديالها هو هذا، فحاولوا انكم تاخذوا هاد الكوله لانها كتبقى لاصقه مزيان كتشد مزيان. ننصحكم ما ديروش مسدس ديال الشمع لانه مع المده غير كيتحيد. فكناخذوا واحده اخرى ثاني وكنلصقوهم مع بعضياتهم بهذا الشكل، وكنصبغوهم بصباغه باي لون نتوما كتفضلوا، ارجنتي في الدوغي فنحاسي اي لون نتوما كتبغيوه. صافي من بعد ما كنصبغوها كناخذوا واحد الدائره ديال الخشب حتى هي كنصبغوها، يعني او ممكن ديروا ليها الورق اللاصق يعني على حسب كل سيده والرغبه ديالها. صافي وكناخذوا الكوله فكنلصقوا هذه الخشبه مزيان في هاد الديكور هذا. صافي كنحطوه بحال هكا حدا السيجور، كيجي الشكل ديالو جميل وراقي وكيزيد يعطينا جماليه اكثر يعني حدا السيجور. وكيف قلت لكم ممكن تحطوه في شحال من بلاصه يعني على حساب كل سيده والرغبه ديالها، وحتى بالنسبه للون كيبقى الاختيار ديالكم. وبالنسبه لهذا المطبخ فبغيت نشارك معكم وتاخذوا افكار وتشوفوا كيفاش غادي تنظم كل حاجه في المكان ديالها. فاول حاجه غادي تاخذ هاد المنظمات هادو اللي متواجدين بكثره، والثمن ديالهم يعني ما غاليش راه غير رخاص، وفي نفس الوقت كينظموا لينا وكيسهلوا علينا شحال من حاجه، يعني كل حاجه كتبقى تبان في المكان ديالها. وكيف كتلاحظوا البنات يعني راه كل حاجه خاصها غير تنظم، وفحال هادو يعني حتى معالق ديال الخشب، فحتى المنظم درتو ليهم ديال الخشب، فكره زوينه. وبالنسبه للفران ديال الغاز يعني كيفاش اللي بغينا بحال هكا نمسحوهم بهذا البرودوي هذا كيخليهم لامعين. وممكن كاينين بزاف د الحيل وافكار بالنسبه لبحال هكا شي ديال الفران، فانا نيت كنسبق ليه وشاركت معكم واحد الحيله اللي عطات واحد النتيجه رائعه وثمن قليل، يعني غير بالبيكربونات بحال هكا شريتهم تشروهم بحال هكا من الفرماسيان بالثمن ديالهم 3 دراهم، رخيص بزاف. كتزيدوا عليهم الخل او تزيدوا عليهم عصير الليمون صافي وكتحكوا داكشي مزيان، صراحه خرجت واحد النتيجه اللي رائعه. وهنايا كيفاش كتنظم ليهم يعني الطبله ديال الاكل، وحتى الطبله ديال الاكل يعني مستغلاها فدايره فيها جوج حوايج، دايره فيها حتى يعني حتى الحوض ديال الماء، حتى لافابو يعني حتى هو دايره فيها. كيف كتلاحظوا ها هما المعالق والماس كيفاش رتباتهم، اللي جا الشكل ديالهم جميل وراقي، وحتى هادو بالمنظمات باش تنظموا، ولات كل حاجه محطوطه في المكان ديالها. غير قولوا لي البنات واش حتى نتوما كيعجبكم بحال هاد التنظيم، كل حاجه متوله ومحطوطه في المكان ديالها بحال هكا، حتى حنايا كنستافدوا وكيكون كلشي منظم حتى حنا كنكونوا مرتاحين. وهاد الجلسه اللي على شكل سيجور كيف كتلاحظوا يعني على شكل فوتوي، فمن بعد بحال هكا كتكبر وكتصغر اللي بغينا بحال هكا، يعني الناس فوق منها كتولي على شكل، كتصبح على شكل ناموسيه، وفي نفس الوقت كتكون في الاول على شكل سيجور، يعني مجموع بواحد الشكل اللي زوين. وكيف كتلاحظوا جا الشكل ديالها زوين وراقي، يعني بحال هكا هاد الافكار هادو كيلوقوا بزاف للناس اللي عندهم ضيق، بهاد الافكار ممكن انهم يرتاحوا وينظموا المنزل ديالهم. وكنتمنى يرقوا اعجابكم هاد الافكار وهاد الحيل اللي كنشارك معاكم، وما تنسونيش من الدعم ديالكم، وبالخصوص الا كنتوا لاول مره كتزوروا القناه ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه، وغادي يطلع لكم واحد الجرس صغير حتى هو ضروري من الضغط عليه باش فحال هكا في ما نحط شي فيديو في القناه يوصلكم الاشعار ديالو وتدخلوا تفرجوا فيه، لانني كنقدم لكم افكار وشي حوايج لي زوينين وغادي نفيدوكم ويفيدو يعني اي واحد. وتاني فكره البنات هو هاد النشر هذا اللي على هاد الشكل، يعني كيتجمع وفي نفس الوقت ملي كنبغوا بحال هكا نشر فيه شي حاجه فكنحلوه وكيتجمع، يعني الشكل ديالو جميل وراقي ويصلح لينا في شحال من بلاصه. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.